قال الحافظ أبو المطرف القنازعي الأندلسي القرطبي المالكي: من الفقه الوقوف عند السنن وترك الاعتراض على ما ثبت منها واستفاض به العمل، وهذا سبيل أهل السلامة. وأما من جعل دينه غرضا للجدل فإنه يكثر التنقل ويحجب ويسوقه ذلك إلى العامى عن الصواب. وقال الشيخ شرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله: من كان يرغب في النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى صلى الله عليه وسلم. ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والرداء، فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إذا اتبعت هو الهدى. ودع السؤال بلم وكيف، فإنه سبب يجر ذوي البصيرة للرداء.